بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. ناصر شابتر 7، شوف المقطع الخامس، نكمل على اللوج مين تمبريتشر ديفيرنس، ونشوف الكاونتر فلو هيت اكسشينجر. اللوج مين تمبريتشر ديفيرنس شفناها بالنسبة في المرة الماضية بالنسبة للبارالل فلو، قلنا أن الوان هذه دلتا تي 1 يعني عند النقطة 1 اللي هي الفرق ما بين تي اتش ان و تي سي ان، إنه دلتا تي 2 إنها ما بين تي اتش اوت وتي سي اوت اللي هو عند نقطة 2. لاحظ إنه أكبر فرق في درجة الحرارة دلتا تي هذه اللي هي دائما ما بين الهوت والكولد، إنها أكبر مقدار اللي هي كان وين؟ كان عند الإنليت، كان عند الرقم 1، وتبدأ دلتا تي، أتكلم عن الدلتا تي، تبدأ قيمتها تتناقص حتى تصل إلى أصغر قيمة لها عند رقم 2 أو عند الأوت. ولكنها decrease exponentially، تتناقص بشكل كأنها function exponential. The temperature of hot fluid decrease، لاحظ الhot fluid هذا درجة حرارته قاعدة تتناقص لأنه يعطي حرارته أخذها إيش؟ الكولد، الكولد بدأ درجة حرارته تزيد، لكن الكولد دائما يبقى درجة حرارته دائما تبقى أقل من الهوت. لاحظ تي سي أوت ما تصل نهائيا إلى تي سي تي اتش أوت، but the temperature of cold flow can never exceed that of the hot fluid، يعني ما ممكن هذه درجة الحرارة تتجاوز تي اتش أوت مهما كانت مدة تشغيل هذا الهيت اكسشينجر. هلا بدنا نشوف بالنسبة للكاونتر فلو، كاونتر فلو لاحظ هذا في هذا الاتجاه، في حين انه الثاني في اتجاه ثاني، هذا من واحد منهم من 1 الى 2 وواحد من 2 الى 1. اللوج مين تمبريتشر ديفيرنس القانون هو نفسه، لكن دلتا تي 1 ايش تعني عندنا؟ تعني عندنا عند رقم 1، اذا تعني تي اتش ان ناقص تي سي اوت. في البارالل فلو كانت تي اتش ان ناقص تي سي ان. The outlet temperature of the cold fluid اللي هي هذه out in this case may exceed the outlet temperature of the hot fluid. لاحظ تي سي اوت هذه ممكن انها تتجاوز تي اتش اوت، لاحظ زادت عليه، في حين في البارالل كانت ما ممكن تتجاوزها نهائيا. In the limiting case the cold fluid will be heated to the inlet temperature of the hot fluid. هذه تي سي اوت اللي هو تكلم عن الكولد فلود هنا ممكن انها تصل الى تي اتش ان في، اذا كنا نتكلم عن ليميتنج كيس، لكن يجي هنا يقول لك انها مو مستحيل انها تتجاوزها، مستحيل انه تي سي اوت هذه تتجاوز تي اتش ان. هلا بدنا نشوف عندنا البارالل فلو والكاونتر فلو. اذا اخذنا specified inlet and outlet temperature بالنسبة للاثنين، بالنسبة للكاونتر وبالنسبة للبارالل، فايش اللي يحصل؟ يقول لك انه دلتا تي ال ام الكاونتر فلو هيت اكسشينجر از اولويز جريتر ذان ذات فور بارالل فلو. دلتا تي ال ام هذه دائما اعلى هي في الكاونتر منها في البارالل، وما دام دائما اعلى فلاحظ هنا الكيو هي علاقتها مباشره ب دلتا تي ال ام، فاذا دائما كميه الهيت اللي حنحصلها بالكاونتر فلو دائما حتكون اعلى. دلتا تي ال ام سي اف قسنا بها كاونتر فلو وبي اف قسنا بها بارالل فلو، اذا نقول انها دائما اعلى هي في الكاونتر فلو انت سمولر سيرفيس اريا، لاحظ وبالتالي ما دام دائما اعلى فان في الاي اس هذه مين نحتاج فيهم؟ مين حيكون أكبر؟ طبعاً حيكون نحتاج AS أكبر في البارالل فلو منها في الكاونتر فلو، إذا نحن نحتاج AS أصغر في الكاونتر فلو، إذا نحتاج هيت اكسشينجر أصغر منه في البارالل فلو، هذا الشيء أكيد أحسن. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.